أكد سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أكد فخر مملكة البحرين واعتزازها بعطاءات الشباب البحريني المبدع واهتمامها الدائم برفع قدراتهم المهنية والمعرفية باعتبارهم العماد الأساسي للمسيرة الإصلاحية والتنموية الشاملة والمستدامة خلال العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. لدى زيارته إلى مدينة الشباب 2030 في نسختها العاشرة بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومبادراته الرائدة في رعاية مثل هذه البرامج النوعية الرائدة في دعم وتمكين الشباب محليا وعالميا إيمانا بكونهم الثروة الحقيقية للوطن ومكمن قوته وازدهاره. الحقيقة اليوم أنا قبل ما أحضر إلى مدينة الشباب حضرت الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد، بعد نحصل هذا المجلس على ثقة صاحب الجلالة الملك المفدى لعضوية هذا المجلس الهام. الشباب والرياضة طبعا مثل ما يعرف الجميع له اهتمام خاص، أو هذا القطاع بأشمله فيه اهتمام صاحب الجلالة الملك المفدى ومن الحكومة، وهناك متابعة حثيثة من سمو الشيخ ناصر. في الاجتماع سمو الشيخ ناصر نقل لنا اهتمام الشخصي لتنفيذ تطلعات صاحب الجلالة، هذا طبعا حمل مسؤولية كبيرة، وأنا اليوم متواجد في هذه المدينة مدينة الشباب. هذا البرنامج أنا حريص جدا على أني أحضره، يعطي انطباع ومؤشر جدا هام بأن الشباب في البحرين على قدر كبير من المسؤولية. يعجز اللسان الحقيقة لوصف ما شاهدته، إبداع، مسؤولية، حس وطني جدا كبير. أنا أقول البحرين فعلا لما تعتمد على الشباب تعتمد على جيل جدا واعي، جيل يملك حس وطني وانتماء. نحن لا نحتاج إلى ماكينة إعلامية تبين مدى ارتباط هذا الشعب بأرضه، ارتباطه بقيادته، ارتباطه بمحيطه. فلله الحمد، الشكر جزيل الشكر للقائمين على هذه المدينة، عمل جدا مشرف، الاهتمام بكل مناحي الحياة، الاهتمام بجميع القطاعات اللي يتمثل فيها الشباب. ما شاهدت من اهتمام في 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 برامج ذوي العزيمة عمل جبار، أنا أفخر فيه كمواطن بحريني، سعيد بما شاهدته، عسى الله يوفقكم إن شاء الله ويعيننا جميعا لخدمة هذا الوطن. وأعرب وزير شؤون الإعلام عن اعتزازه بمشاركة الوزارة ومعهد التنمية السياسية في فعالية مدينة الشباب التي تنظمها وزارة شؤون الشباب والرياضة بالشراكة مع تمكين، وتستهدف شريحة قالية من أبناء الوطن، بما يجسد حرص الحكومة على صقل الشباب وتنمية مهاراتهم بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 وبرنامج استجابة والخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة تحت شعار بحريني وافتخر. احنا عندنا فوق 30 برنامج قاعد نقدم فيه تصوير فوتوغرافي، الفيديو، الكتابة، الموسيقى وغيرها من برامج منوعة. فاليوم كان عندنا بعض البرزنتيشنات اللي قاعد يقدمونها الشباب، أفكار هم فكروا فيها وخططوا لها وقاعد يقدمونها لسعادة الوزير. وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام الحرص على إبراز المواهب الشبابية الوطنية في مختلف وسائل الإعلام وتعزيز الشراكة الوطنية في تمكينهم ودعم تمسكهم بقيم الود والتسامح والانتماء الوطني وروح المواطنة الصالحة، استرشادا بالنهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله في تحفيز الشباب وتنمية مواهبهم وإطلاق طاقاتهم الإبداعية كشركاء فاعلين في مسيرة التطوير والتنمية الشاملة وترسيخ المجتمع المعرفي على أسس من الاستدامة والعدالة والتنافسية.
تم فتح البرنامج وقبلنا تقريبا 16 شخص. فكان البرنامج مثل ما تشوف هي مجموعة كبيرة من الشباب في أنهم يدخلون سوق العمل، سوق المجال الفني هذه، وقدمنا لهم كل الورش اللي تساعدهم في أنهم يكونون جاهزين لأنهم يبتدون أول خطوة في هذا المجال. وفي ختام الزيارة شهد ساعات وزير شؤون الإعلام عرضا مسرحيا بمشاركة مجموعة من الشباب، كما قام بتكريم الشباب المشاركين في برنامج سمو الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يهدف إلى الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المصابين بمتلازمة داون وتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات. نظرا لتواجد أكبر تجمع للشباب والناشئة تحت سقف واحد، قام وزير الإعلام بجولة تفقدية لمدينة الشباب لقسم الإعلام، وأكد أن الشباب هم الثروة الحقيقية لبناء الوطن وأساسه. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.